النشرة المسائية المفصلة نقدمها لكم من تلفزيون لبنان. مساء الخير. الجمود سيد الواقع السياسي، فلا خرق ملموسا على صعيد انتخاب رئيس جديد للبلاد، والاستسلام الداخلي واضح المسار بانتظار الحراك الدولي الذي لم ينتقل بعد من القول إلى الفعل. نيابيا يبدو أن مسار الجلسات المرتقبة لانتخاب رئيس للجمهورية ستكون محل اتصالات سيجريها رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع القوى السياسية، وفيما تقول بعض المصادر أن الرئيس بري سيدعو إلى جلسة يوم الخميس المقبل لانتخاب الرئيس على أن يأخذ النواب استراحة المحارب في كانون الأول. ترجح أوساط أخرى أن يعاود الرئيس بري الدعوة إلى الجلسات مع بداية العام المقبل بعد أن يكون قد أدار محركاته بزخم تجاه القوى السياسية. ومن روما رفع البطريرك الماروني الصوت عاليا بقوله لا يستطيع مجلس النواب مواصلة التلاعب والتأخير المتعمد في انتخاب الرئيس، داعيا معطلي الجلسات إلى الكشف عن نياتهم. بدوره لفت المطران الياس عودي أن بدعة التعطيل جريمة بحق الوطن، في وقت كان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان يشدد على أن لبنان ليس هدية لأحد، وأن رئاسة الجمهورية ضمانة وطنية عظمى. وقبل الدخول في تفاصيل النشرة، تألق عربي جديد في المونديال. المغرب يسقط بلجيكا بهدفين في أداء لافت ومميز، حيث حقق المنتخب المغربي انتصارا تاريخيا على المنتخب البلجيكي بهدفين نظيفين، وبهذا الانتصار أصبح أسود الأطلس يتصدرون المجموعة السادسة بأربع نقاط، فيما تجمد رصيد منتخب بلجيكا عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، وكان المنتخب المغربي تعادل سلبا مع كرواتيا وصيفة بطل مونديال 2018. وسيواجه المغرب في الجولة المقبلة المنتخب الكندي على أن تواجه بلجيكا كرواتيا. نبدأ النشرة من ملف الأدوية المفقودة والأخرى المزورة، فيما المواطن هو الضحية. ونقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم يؤكد لتلفزيون لبنان شرح أسباب فقدان الأدوية من الصيدليات، وأشار إلى الطريقة الواجب اتباعها لمنع تهريب الأدوية. تقرير ريش خطار. بعد أشهر على رفع الدعم عن غالبية الأدوية، لا يزال الكثير من الأدوية المدعومة وغير المدعومة مفقودة، وعلى الرغم من حصر الدعم ببعض من أدوية الأمراض المستعصية والسرطانية سواء كانت صناعة محلية أو مستوردة، فإن هذه الأدوية غير موجودة، في حين أن البديل غير المدعوم متوفر أحيانا بأسعار عالية. والحال أيضا يطال أدوية السكري والالتهابات الرئوية وغيرها. وما زاد الأمر تعقيدا غياب خطة كاملة متكاملة وسياسة دوائية لتنظيم هذا القطاع، ناهيك عن الأدوية المزورة والمهربة، حيث انتهزت شبكات التهريب فرصة عدم تمكن الشركات اللبنانية المستوردة للدواء من تلبية حاجات السوق لتقوم هي بالدور. أسباب عدة وراء هذه الفوضى، ولكن الضحية واحدة، المواطن. الوكالة تقريبا ما عم بيسلموا الكميات اللازمة، وفي أدوية عم تنقطع بشكل عام، يعني أدوية الكانسير، أدوية الأمراض الصدرية هي للتصاصات اللي بيستعملوها العالم أو اللي بيستعملوها بالنبولايزر كمستنشآت للأدوية، فعم بيكون في كتير نقص بهالأدوية يعني صراحة. هلا شو الاسباب؟ معروفه يعني، يعني هي انه ما في دعم كثير من الدوله، انه عم تغطي الوكلاء ما عماله يجيبوا كميات كبيره. يعني في الادويه الاساسيه مثل ادويه السكري، الانسولين، في ادويه كوليسترول، ادويه ضغط، كل الادويه البيسكس عم تكون منا موجوده، مفقوده. شو السبب؟ السبب مصرف لبنان ما عم يدعم الشرك الادويه، فما عم يفوتوا شرك الادويه. طيب بهيدي الحالة مثلا شو في ياخد بديل مثلا المواطن؟ شو بيعمل؟ بصراحة ما عم يتوفر الأدوية، عم يضطر انه يعني يا جمعيات يساعدوه او يجيبوا من برات لبنان. نقيب الصيادلة جو سلوم رأى أن سبب فقدان الأدوية المدعومة كليا أو جزئيا لعدم كفاية المخصصات المفتوحة. نحن بنعرف اليوم أنه المشاكل مع الشركات في الخارج، فبالتالي حتى الدواء اللي رفع الدعم عنه
بعده عم بيوصل على لبنان بشكل ضئيل. واما الادويه المدعومه فمع فقدان اموال الدعم فهي كمان شبه مفقوده بالصيدليات. الاكثريه الادويه الموجوده هي الدواء المصنع محليا، وللاسف مع غياب سياسه دوائيه بتدعم المريض مش السلعه، عم بيحل الدواء المهرب مكان الدواء الجيد، وخاصه خارج الصيدليات على مواقع التواصل الاجتماعي وتجار الشنطة وإلى آخره. أنا بدي أوجه رسالة للمسؤولين، ارحموا المواطنين. مين بده يسمع؟ من له أذنان سماعتان وضمير حي. انعقدت جمعية عامة عادية لنقابة صيادلة لبنان لإجراء الانتخابات السنوية، وذلك لانتخاب عضو لمجلس النقابة وعضوين للجنة صندوق التقاعد وعضوين لمجلس التأديب وصندوق الإعانة. وأجرت المنافسة بين لائحة الأخلاق والعمل ولائحة مهنتي مسؤوليتي، وأسفرت النتائج عن فوز اللائحة المدعومة من تيار المستقبل بكامل أعضائها، كما فاز مرشح تيار المستقبل رائد سبسبي بعضوية المجلس التقاعدية. مشروعنا هو استكمال المسيرة يلي بدأناها من سنة لليوم، كرمال ندعم كل الصيادلة بدون استثناء وبدون تفرقة. نتمنى من الكل يجي ينتخب ويعبر عن رأيه، كرمال نوصل لمحل يكون جامع للكل. المهنة عم تتآكل بسبب الظروف الصعبة اللي عم يمر فيها البلد، بس مسؤوليات 3400 صيدلية والصيادلة اللي بيشتغلوا بكل المجالات هي جدا عالية، وعم بيقدموا الرسالة بأصعب ظروف. هن أشخاص مش بس خسروا أموالهم بالمصارف، هن أشخاص خسروا ستوكاتهم على 1005 نتيجة سياسة الدعم الخاطئة، واليوم في أدوية أساسية مثل أدوية السرطان ما متوفرة بالبلد. فالمسؤولية نبلش من هون بحجر أساس، نبني مجتمع يعني مجتمع مع نفسه تنوصل الرسالة اللي بدنا إياها لحقوقنا، ونكمل واجباتنا الحقيقية للمجتمع الصيدلاني وللمجتمع اللبناني ككل. كيف هالجو الانتخابات اليوم؟ جدا سلمية، جدا أخوية. هي بالنتيجة الانتخابات اليوم استفتاء صغير لنهج، يا راضيين عنه الصيادلة يا مش راضيين عنه. راضيين ولا مش راضيين؟ الصندوق بيقول بعد شوي، ما هيك؟ من روما، وخلال ترأس قداسا احتفاليا في كنيسة مارمارون في المعهد الحبري الماروني، سأل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لماذا إقفال الدورة الأولى بعد كل اقتراع في مجلس النواب وتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية في الدورة التالية خلافا للمادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وأضاف لماذا رئيس المجلس ينتخب بجلسة واحدة والحكومة تكلف فور الاستشارات أهم من رئيس الدولة، وقالوا اكشفوا عن نياتكم، وقال اكشفوا عن نياتكم يا معطلي جلسات انتخاب الرئيس. وأشار إلى أنه بقطع النظر عن العرف القائل بوجوب نصاب ثلثي أعضاء مجلس النواب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يجب أن لا ننسى المبدأ القانوني القائل ألا عرف مضادا للدستور. متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي، وخلال خدمة القداس في كاتدرائية القديس جورجوس في بيروت، أكد أن بدعة التعطيل جريمة بحق الوطن وبحق الناخب الذي أوصل النائب للقيام بواجبه. وأضاف المطران عودي لقد نسي المسؤولون أنهم ليسوا حجارة الزاوية، وأن البلد لا يبنى عليهم ولا من أجلهم، إنما هم مجرد عمال في حقل الوطن. لقد مر عيد الاستقلال هذا العام حزينا، فلا رئيس للبلاد ولا حكومة ولا شعب يحاسب طبقة سياسية ممسكة بالقرار السياسي منذ زمن طويل ومعطلة للإصلاح، معرقلة للقضاء، ومانعة أي مساءلة ومحاسبة. أما بدعة التعطيل، فهي جريمة بحق الوطن وبحق الناخب.
الذي أوصل النائب للقيام بواجبه، فلا سلطة استنسابية للنائب من أجل القيام بواجبه الدستوري، وإلا فهو يخون ثقة الشعب ويضرب مصلحته. حالة البلد مأساوية، والنواب يتلهون ويقاطعون ويعطلون النصاب ويمنعون انتخاب رئيس، وبعضهم لا يخجل من الاعتراف أن للخارج كلمته في هذا الأمر الوطني الذي يخص الداخل. اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان أن لبنان ليس هدية لأحد، وأن رئاسة الجمهورية ضمانة وطنية عظمى، ومن يمنع التسوية الوطنية لانتخاب رئيس وطني هو نفسه يصر على اللعبة الدولية والواجهات الأممية وينتظر الفجائع لعل وربما. وأتابع قائلا: أمس واليوم وغدا لن نرضى عن السيادة الوطنية بديلا، والسيادة الوطنية الإنقاذية والدستورية تمر بصندوق مجلس النواب السيادي، والقوى التي تنتظر سكاكين المطابخ الدولية تغامر بمصالح لبنان العليا، فسيادة لبنان فوق كل اعتبار، ومصالحه الوطنية ليست سلعة للبيع والشراء. في احتفال تأبيني في كفر صير، أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن البلد في حال انهيار، والمطلوب انتخاب رئيس للجمهورية تكون أولويته إنقاذ البلد من الأسوأ ومن الانهيار الشامل. نريد رئيسا للجمهورية ينقذ لبنان من أزماته ولا يغرقه أكثر فأكثر. البلد في حالة انهيار، والمطلوب انتخاب رئيس للجمهورية تكون أولويته إنقاذ البلد من الأسوأ. إنقاذ البلد من الانهيار الكامل والشامل. نريد رئيس جمهورية ينقذ لبنان وليس يغرق لبنان أكثر فأكثر في الأزمات. صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي بتاريخ 26/11/2022: أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي سلم الضاحية الجنوبية عصابة سرقة دراجات نارية تتألف من سوري مطلوب بجرائم إيواء مطلوبين خطرين ومساعدتهم في تأمين معدات لسرقة الدراجات النارية والتجول من دون أوراق ثبوتية، ومن سوري آخر ومواطنين أحدهما الفار من سجن قصر العدل، وهم مطلوبون بموجب عدة مذكرات توقيف بجرائم المشاركة في قتل شخص وإطلاق نار وسرقة دراجات نارية وتعاطي المخدرات وترويجها والترهيب بقوات السلاح. وقد ضبط بحوزتهم مسدس حربي واعترفوا بسرقة 720 دراجة نارية، سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. فاصل ونعود. أحييكم مجددا. من البقاع، وزير الصحة أكد أن هناك 600 ألف جرعة من اللقاح ضد الكوليرا لمناطق بعلبك وطرابلس والضنية. وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال في رأس الأبيض أشار إلى أنه علينا أن ننظر إلى وباء الكوليرا كأزمة للإضاءة على الواقع، فالصحة ليست قطاع منفصل، إنما ينعكس على كل القطاعات من مياه ومياه مبتذلة وكهرباء، وعدم وجودها ينعكس على قطاع الصحة والكوليرا جزء منها. ولفت خلال جولة قام بها إلى منطقة البقاع إلى أنه أمام هذه الحالة نضع المنظمات الدولية أمام مسؤولياتها، وكنا قد رأينا كيف أن هذه المنظمات قد قلت مسؤولياتها وخدماتها بالمياه ومياه الصرف الصحي لتقوم بعدها بتوفير 30 مليون إيرو على محطات تكرير المياه المبتذلة، وسيبدأ العمل بهذه المحطات مطلع الشهر المقبل، وكذلك مشروع المياه النظيفة في عرسال، وهناك مشروع تقوم به وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الصحة البلديات والصليب الأحمر لتأمين مياه المختبرات، وهذا ما عملنا على تأمينه في مستشفى بعلبك الحكومي في حال انتشار الوباء. إنه نحن دائما يجب أن نشوف
الفرص بأي أزمة. أنا برأيي أنه من حسنت يمكن موضوع الكوليرا أنه سمحت لنا أنه حقيقة نسلط الضوء على كثير من هالمشاكل اللي هي موجودة ونحط ضغط على المعنيين إن كان مسؤولين في لبنان أو مسؤولين في المنظمات الدولية لحتى يقوموا بواجباتهم. ونحن الأسبوع الجاي في لبنان ناطرين زيارة المفوض السامي السيد فيليبو غراندي على لبنان، وقلنا ما اجتماعات معه، وأول موضوع سوف يكون على طاولة البحث هي موضوع انعكاس وجود النازحين على المجتمعات الحاضنة وواجبات الدول كلها وخاصة الأمم المتحدة باتجاه دعم هالمجتمعات الحاضنة هاي لحتى يقدر يقوموا بواجباتهم مش بس للمواطنين ولكن كذلك للنازحين. الأبيض أوضح إلى أننا نغتنم فرصة الوباء لننظر إلى الواقع الصحي، حيث الخدمات الصحية متراجعة لأن الأطباء الاختصاصيين تراجع بشكل كبير. أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن إلى أن واقع الزراعة تعترضه وبلا أدنى شك مشاكل وعثرات وعراقيل كثيرة وضعت في الماضي، لكن لم يعد كافيا توصيف دون الحلول واجتراح الحلول القصيرة والطويلة المدى. كلام وزير الزراعة جاء خلال رعاية المؤتمر العلمي الأول للبحوث والسياسة الزراعية الذي أقامه المنبر الحواري المثقفي بعلبك الهرمل تحت عنوان تطوير القطاع الزراعي ضمن الإنعاش الاقتصادي الوطني. إلا لأننا جميعا نؤمن أننا نبدأ من هنا بالزراعة يمكن لنا رغم كل شيء أن نكون قادرين على الخروج من هذه الأزمة وسنخرج بإذن الله. يشرفني جدا أن أعتبر نفسي ووزارة الزراعة شريكا لكل واحد منكم بما تمثلون في سبيل نهضة زراعية حقيقية في هذا الوطن. في استعراض سريع يا سادة لواقع الزراعة وما هو مرتجى، يبدو واضحا وجليا أننا نحتاج تفعيل العمل الزراعي التقليدي والحديث معا من خلال المواءمة بين الموجود والمتاح وما هو مطلوب لنصل في وقت ليس ببعيد إلى إنتاجية واعدة مساعدة للاقتصاد الوطني برمته. إن واقع الزراعة يا سادة تعترضه وبلا أدنى شك مشاكل وعثرات وعراقيل كثيرة وضعت في الماضي، لكن لم يعد كافيا التوصيف دون الحلول واجتراح الحلول القصيرة والطويلة المدى. زيادة الرواتب لموظفي القطاع العام بين الأخذ والرد، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر يؤكد ضرورة تريث لتنفيذ هذه الزيادة. حاورته ندى الحوت. القطاع العام نحن اتفقنا نحن ورئيس الحكومة وطلع بقانون الموازنة راتبين، أساس راتبين مقابل كل راتب، وعلى أساس أنه نحن نجتمع بالأسابيع المقبلة طبعا قبل إعداد الموازنة الجديدة بـ 23 حتى نرجع نعمل إعادة تقويم شاملة لرواتب القطاع العام، والاتجاه طبعا هو نحو زيادات إن على أساس الراتب أو أجور نقل أو تعزيز كمان تعاونية موظفي الدولة لحتى تقدر تقوم بواجباتها تجاه العاملين بالقطاع العام. دكتور بشارة، نحن بنعرف انه في السوق السوداء ارتفاع سعر صرف الدولار وفي عنا موضوع الدولار الجمركي، كيف هالمواطن بده يقدر يعني يمشي باموره اليومية في ظل معاش متقلب لو زاد لو صار 9 مليون؟ يعني اذا هو بياخد 3 مليون وصار 9 مليون، برأيك انت رح نوصل لحل بهذا الموضوع في ظل ازمة الدولار وازمة الدولار الجمركي؟ يعني مثل واحد عم يعطي من ايده وياخذ من ايد الثانيه. طبيعي هيدا كلام دقيق جدا، طبيعي ما في حل الا ما يكون في سعر ثابت لصرف الدولار الامريكي، كل ما عدا ذلك هو علاجات انيه مرحليه لا تؤدي المطلوب منها، انما بتضل افضل من لا شيء. وكنا رح نعمل اجتماع هيدا الاسبوع بخصوص زياده الرواتب كمان بالقطاع العام، إنما وضع الدولار الجمركي موضع التنفيذ وما له من انعكاسات أخر الاجتماع بانتظار أن نجري مزيد من المشاورات مع وزير الاقتصاد ومع وزير المال بالتحديد ومدير عام وزارة المال لنشوف السلع التي يشملها الدولار الجمركي والتي ستنعكس
بطريقة أو بأخرى على معيشة اللبناني. السؤال الأخير بموضوع الزيادة، هل الموظف في القطاع العام في سقف البنوك كلها بتحط سقف لسحب الراتب، بهذا الموضوع شو رح تعمله؟ خليني أقولك أنه عم نعالج هالموضوع كل موضوع على حدة. دشن راعي أبرشية الصيدة المارونية المطران مارون عمار كنيسة مار جرجس الجديدة في بلدة المطلي في إقليم الخروب بمشاركة نواب جورج عدوان، مروان أحمدي، فريد البستاني، غسان عطلة ونجاة عون وممثلين عن الأحزاب وفعاليات المنطقة وأهالي البلدة. وبارك المطران عمار البوابة الرئيسية للكنيسة ثم رأس القداس الذي عاونه فيه لفيف من الكهنة، وألقى عظة شدد فيها على المحبة والتعاون لما فيه خير الوطن. منبر المقاصد الثقافي نظم جلسة نقاش مع الإعلامي ألبير كوستانيان حول كيفية الخروج من المأزق المالي. بدعوة من جمعية المقاصد الخيرية، نظم منبر المقاصد الثقافي جلسة نقاش مع الإعلامي ألبير كوستانيا بعنوان كيفية الخروج من المأزق المالي لبناء اقتصاد 2030 في مبنى سنة طبارة في مستشفى المقاصد في بيروت، أدارها الدكتور طالب سعد بحضور رئيس جمعية المقاصد الخيرية الدكتور فيصل سنو والنائبين فيصل الصايغ وإبراهيم منيمني وشخصيات دينية عسكرية واقتصادية واجتماعية. كوستانيو تناول في حواره الوضع السياسي الراهن والكابيتال كنترول، السرية المصرفية، الدولار الجمركي، خطة التعافي الاقتصادية، إضافة إلى موضوع المصارف. يعني شو أول سؤال تسأل نفسك هلأ؟ لا جد تسأل نفسك صعب. هل في أمل بهالبلد؟ أكيد في أمل، أكيد في أمل، لأنه أنا يعني أول شيء أنا كتير مؤمن بهالبلد، كتير مؤمن بشعبه ومؤمن بفرادته بطبيعتنا، طبيعة الشعب. نحكي كثير عن العيش المشترك، أنا ما كثير بحب هذا الإعلان وبعتبر لازم نروح أبعد من العيش المشترك. نعم. بس بعتبر أنه الغنى الموجود بلبنان، التراث الموجود اليوم على الساعة 5 في ندوة فيها الحضور النوعي والكمي، هذا شيء ببشر للخير. وعم نشوف أجيال صاعدة قبل الثورة كان ينحدر قليل جدا في طلاق بينه وبين السياسة، هو جيل الشباب رجع فات على السياسة، رجع تم، رجع بده يفهم شو صار بالاقتصاد، ليه فتنا بانهيار. تخلل الحوار مناقشة مع المدعوين عن أولويات بناء دولة عصرية تتماشى مع تطلعات اللبنانيين. السفارة الإيطالية تفتتح معرضا للصور الفوتوغرافية في طرابلس حول فن العمارة العربية ونظمت نشاطا لتذوق الطعام الإيطالي. افتتحت السفارة الإيطالية معرضا للصور الفوتوغرافية حول فن العمارة العربية النورماندية في باليرمو في مقر مركز العزم الثقافي في طرابلس، وأكدت في خلاله السفيرة الإيطالية نيكوليتا بومباردييري أن كل لبنان مر بأيام صعبة جدا خصوصا مدينة طرابلس، لذا لدى السفارة الإيطالية نية بإقامة المزيد من النشاطات للمدينة وأهلها من خلال تشجيع قيام شركات وأعمال صغيرة بين لبنان وإيطاليا. وعلى الرغم أن لبنان يمر بأوقات عصيبة جدا، يجب أن لا ننسى الثقافة التي لا يجب أن ننظر إليها كرفاهية لقلة من الناس، بل كحاجة لتحديد هويتنا. والصور التي يتضمنها المعرض تدل على تعاقب الحضارات الكثيرة في صقلية شبيهة ومماثلة للحضارات التي تعاقبت على لبنان، ومن هنا تركت هذه الحضارات بصمتها في صقلية كما في لبنان. وهنا نشهد على فن العمارة العربية الموجودة في طرابلس وفي مدينة باليرمو في صقلية. كما نظمت السفارة الإيطالية في إطار الأسبوع السنوي المخصص للمطبخ الإيطالي في العالم نشاطاً لتذوق الطعام الإيطالي في مدينة طرابلس. وإلى أخبارنا العربية والدولية، أعلنت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى، وأضافت أن الاقتحام كان من باب المغاربة وأنه كان بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية الخاصة، مشيرة إلى أن المستوطنين تجولوا في باحاته وأدوا طقوسا دينية. وأشارت الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المسجد الأقصى يتعرض بشكل شبه يومي لاقتحامات من المستوطنين.
نقلت وسائل الإعلام رسمية عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قوله إن الهدف النهائي لبلاده هو امتلاك أقوى قوة نووية في العالم، وذلك خلال ترقية عشرات من ضباط الجيش الذين شاركوا في عملية إطلاق أكبر صاروخ فلسطيني لدى البلاد في الآونة الأخيرة. وجاء الإعلان بعدما تابع كيم تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي الجديد العابر للقارات، وتعهد بمواجهة التهديدات النووية الأمريكية بأسلحة نووية الأسبوع الماضي. توفيت إيرين كارا الممثلة والمغنية وكاتبة الأغاني الحاصلة على جائزتي أوسكار والتي اشتهرت بعملها في فيلمي فلاش دانس رقصة سريعة وفيم الحائزين على جائزة الأوسكار. وحسب ما قالت مديرتها للدعاية التي أشارت في بيان نشرته على تويتر إن كارا 63 عاما توفيت في منزلها بفلوريدا وإن سبب الوفاة غير معروف حاليا. وبدأت مسيرة كارا المهنية في مجال الأعمال الاستعراضية في سن مبكرة وامتدت إلى المسرح والتلفزيون والموسيقى والسينما، وحققت كارا انطلاقة كبيرة في عام 1980 عندما لعبت دور كوكو هرنانديز في الفيلم الموسيقي الشهير فيم. مشاهدينا، وفي ختام النشرة نتمنى كل التوفيق للمنتخب الألماني في وجه المنتخب الإسباني. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.